أطلقت مصر خريطة الاستثمار الصناعي التي شملت حصرا لفرص الاستثمار الصناعي المختلفة في محافظات الجمهورية. أظهرت نتائج الخريطة وجود 4136 فرصة استثمارية حقيقية تتمركز في 8 قطاعات صناعية أكبرها الصناعات الهندسية. ونستعرض معكم القطاعات الثمانية وأحجامها. في المركز الأول تأتي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، ثم تليها الصناعات الكيماوية ب 861 فرصة، ثم الصناعات الغذائية التي يوجد بها حوالي 649، بعد ذلك تأتي صناعات النسيج ب 605 فرص، ثم الصناعات التعدينية ب 395 فرصة، يليها الصناعات الدوائية ب 183 فرصة، بعد ذلك المعدنية ب 122 فرصة، وأخيرا قطاع الصناعات الجلدية ب 56 فرصة. أما عن التوزيع الجغرافي لتلك الفرص فأظهرت تصدر الأسكندرية ب 205 فرصة، ثم تليها المنوفية في المركز الثاني ب 196 فرصة. أما محافظة القاهرة فجاءت بالمركز الثامن ب 170 فرصة. وتذيلت القائمة محافظة جنوب سيناء ب 86 فرصة. كان للصناعات الصغيرة النصيب الأكبر بنسبة تصل لحوالي 56%، وبعدها الصناعات المتوسطة ب 23%، ثم الصناعات متناهية الصغر ب 13%، وأخيرا الصناعات الكبيرة بنسبة 8%. أجرى تنفيذ الخريطة بالاستسقاء العلمي الذي ضم 200 مهندس وفني، وأقاموا بأكثر من 100 منطقة صناعية في مختلف أنحاء الجمهورية على مدار عام كامل. تم من خلالها جمع البيانات الخاصة بكل منطقة صناعية. تكمن أهمية هذه الخريطة الاستثمارية التي تعد الأولى من نوعها في مصر أنها تقدم قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعات المصرية، كما أنها تحدد للمستثمر المصري والأجنبي الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه، وأيضا توفر بيانات أولية حول كل مشروع مثل الطاقة الإنتاجية والموقع واستهلاك الكهرباء وما شابه، بالإضافة إلى مساعدة متخذي القرار على اتخاذ القرارات السليمة في ضوء هذه المعلومات وهذه الأرقام. إذن مشاهدينا، كانت هذه الخريطة الاستثمارية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة.